يقول السائل: هل إذا أذن الفجر وكان في يدي كوب ماء هل أكمل الشراب أم أتوقف؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر فتوقف لا تشرب، إذا بدأ الأذان لا تشرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا بدأ المؤذن على الفجر إنك تتوقف عن الأكل. نعم.